اخيرا يا ابني اخيرا. افتح. انا جوا البيت انا جوا البيت انا جوا البيت انا جوا البيت انا جوا البيت. السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد في راست. طبعا يا شباب دخلنا السيرفر الغريب تاني، فاكرينه؟ لا، احنا كنا بنين بيت هنا في الحته ديت اللي كان فيه فرن وفيول وحاجات كده، لكن المشكله حاجه واحده بس دلوقتي، اننا داخل بعد ما طويب بشويه، بعد الوقت ما قدامناش غير حل واحد بس لاي حد دخل سيرفر جديد والسيرفر ده طويب وقاله فتره وعايز يبدا، يبقى يعمل ايه؟ دور على اكبر قلعة السيرفر واعمل لها كود ريت. كود ريت على طول. طبعا النهارده هنبدا اول حاجه كده، النهارده نعمل كود ريت، نشوف بيتنا نقعد فيه ساعتين ثلاثه نريده. ات كلوز، الكلوز دي اهم حاجه، الكلوز دي اهم حاجه، هنحتاج بالذات بص نفول الحته حوالين البيت بالذات، نطلع بقى ندور على اي قلعه كبيره كده نعمل لها كود ريت. بس المشكله ايه؟ طبعا زي ما انت عارفين راست بتحاول تبوظ الكود ريت، فطبعا لازم تشغل انت دماغك تدور على اي بيت في اكتر من باب، يعني يكون باب اتنين تلاتة ولا حاجة وتريده، لان انت لو عملت على باب واحد اكتر من مرحلة بقى يخليك واقف ربع ساعة ما تقدرش تعمل اي حاجة، الباب يقف. فانت لازم تشغل دماغك ان انت تدور على البيت اكتر من باب. شوفوا حتى بيوت هاي كواليتي نزل الديكي، هاي الكومبوند بودا. يلا او سلاح بداي، نطلع بقى نروح ندور على بيت اسطوري. اوه ايه ده؟ حلو والله، شوية لوت حلوين اهو. دي قلعة ايه؟ ايه ده؟ كولوك تمام. ايه كود لوك؟ اوف اللي بلا، فينا كود لوك. اتأكد هل تنفع ولا ما تنفعش؟ اوف ده طلعت متريدة مش نافعة، دور على غيرها. يلا مش مشكلة، عايزين نشوف القلعة دي متريدة ولا نضيفة ندخل عليها. ايه ده سي واي كي ايه؟ ايه اللي سي واي كي ايه دي؟ ايه مفتوحة؟ ايه متريدة ولا ايه؟ ايه ده؟ ادي باب اتنين تلاتة هاي كواليتي حلاوة. اتأكد اضاءة سلم. ايه رأيكم؟ 10,000 محاولة، ايه رأيكم؟ والله هيبقى موضوع صعب صعب، انا بقول اجرب عليها ويا وحظها، نفعت كان بها، ما نفعتش يبقى هنشتغل بقى شغل البدايات ونقعد نفرم ونعتمد على نفسنا، وليه؟ يلا اتكل على الله ويا وحظها، اعمل بدات، اعمل شوي شوي، بص بص تعمل دايما تعمل حسابك في كده بقى، بيلدينج بلوك، اشتغل بقى لحد اصفر لحد ما تجيلك كذا. ازرق طبعا مكانها هنا اهو، مش عارف لسه هنزل لكم اي بي تيجوا ولا لا، فانتوا حظكم. لو لحقتوا لقيتوا الاي بي في الوصف يبقى تدخلوا بسرعه عشان هتلاقوني هنا، اللي عايز يجي يلعب معايا، بس ما تحاولوش تريدون يعني، اللي عايز يلعب معايا. ايه البيت ده؟ حلو والله. ايه ده؟ طب ما عنده اسهم محركه، هات الاسهم المتحركه دي كده. استنى اما ننزل التي سي. يلا نزل التي سي واحط بالداتين بينكي. حلو البينكي. زي ما انتم شايفين يا شباب حطينا 10 10 اظن حلوين. استنى نعمل استاش الاول، نخبي فيها اللوت اللي معانا ده، الاستاشه ديت جنب السرير ده مثلا عشان نبقى عارفين مكانها. حط اللوت. ايه ده؟ طب ماشي، ملي كمان واحده. نشتغل بقى كود ريد، البدات كلها شغاله، نبدا بقى واحد واحد ونريده. طبعا هنبدا الاول بالاكواد السهل اللي هي 1 2 3 4 1 2 1 وحاي حاجات زي. طبعا هم مش عارف دي غلطه ولا هم لا لا ده المخرج بتاعهم صح. نبدا باب اول باب نبدا بيه مثلا 4 وحاي غلط. 1 2 3 4 برضه غلط. 1 2 3 4 ثاني غلط برضه. 1 2 ماشي اشتغلنا نرازبي وندخل. تلاتات اربعات يلا اللي بعده نجرب. خمسات يلا سيب. شايفين الباب كده قفل اهو. طبعا ده قدامه ربع ساعة، فاحنا هنعمل ايه؟ غير على طول على اللي بعده. ستات سبعات وثمانيات
برضه ما نفعوش. طبعا المشكله بقى ان احنا هنفضل زي ما احنا كده لمده ساعه ساعتين احنا وحظنا. نجرب كده بس الاول الارقام المهمه، لو نفعت كان بها، ما نفعتش يبقى نفضل بقى شغال بالارقام الهبل بس كده وخلاص. نشتغل مثلا 1 2 3 5 برضه، لا 1 2 3 6، 1 2 3 9، 1 2 3 8 برضه لا، 1 2 3 7 تمام، 2 5 6 9 ابوي حتى الميتينات لسه، 2 6 9 8 برضه، 2 7 8 9 حتى الميتينات لسه، ده احنا قدامنا ولا ولا ايه ولا سنة. حتى الربعميات رخرة، شوفوكم بقى في عند الخمسميات. 5 5 1 1، 5 5 2 2، 5 5 3 3 برضه لسه، 5 5 4 5، 5 5 4 6، 5 6 7 8، 5 6 8 9، 5 6 9 8. اوف اخيرا يا ابني، اخيرا اخيرا بس يا عم اخيرا، شفت الكود؟ 5 6 9 8، يا نهاري. اوه يا دوتي، واخيرا بس الكود ايه؟ 5 6 9 8، يلا اخ افتح واطلع واطلع وادخل، اوعى يا عم الحاج. اخ صحاب البيت هيتجنوا. 5 6 9 8 اطلع، 5 6 9 8 افتح وريني، افتح وريني، افتح. ده في توريتات، طب اقتليني يا حلاوة. هدي بقى اللي انا ما كنتش عامل حسابها خالص. التريت قتلته، هنزل نشوف حل بقى لموضوع التريتات دي. كده دخلنا نص البيت، فاضل النص بس. المشكلة بقى تبقى في التريتات دي. لو البوكس ده فيه ايه؟ هو معاه ايه؟ 1700 سكراب. اوف ده هم حاططهم معاه، ما بالك بقى معايا جوه ايه دي؟ هات 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 وريني. هو جاب يوكا ليه الهبل ده؟ البوكس ده فيه ايه؟ اوه اكسبلوزي، حلو، سيلفا، حديد، ايكيه، اوه 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 شوية اسلحة، مية مية. الله ينور عليك، هاتلي اكسبلوزي، بس اكسبلوزي مش هعرف اشيل بيت بتاعتي. في برانش، في برانش، حلو اوي. في اللي بس كده فكروا في اللي افكر فيه، اللي عملناه في بيت الكهف. هنشيل البرانشات داي، اظن دي اللي بتشغلهم، لان اللي هناك ده ولوك. هي لوك، هضرب على البرانشات. مفيش هولو، في ابر اهي، هات لي بقى، هضرب على البرانشات دي، انزلها الاول، لان زي ما انتوا عارفين برانش واحد لو باظ كل التروتات تبوظ معاه على طول. راح البرانش، تريتات فصلت. انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت. تريتات بتاعتكم ما تعرفش تعمل لي حاجه. الو الو، وريني وريني وريني، ايوه وريني 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 الحلويات، وريني 300 هاي كواليتي. اوف هالوت، شايفين شايفين اللوت، شايفين شايفين. اوف 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 على السيرفر، ده انا هشيل السيرفر، ده انا ملك السيرفر وصل يا شباب، ملك السيرفر وصل. هنا قفل قفل، وريني شايفين ده بوكس اسلحه 100 100 سيلفر، شايفين يا دوتي بحر سيلفر. هات الشنطه معاك معايا، الله التوري بتاعته قتلته. اخ اما يصحى، اوف على بوكس الاسلحه ده، دي اللي خدمتني. انت عارفين البرانشات دي لو كانت تحت كنت انا بلعت بلعه مظبوطه.
يعني حظنا عشان اقرا المترتين دول ازاي. انا هموت وكنتش لو ايا يكن كنت اعمله كنت مستحيل اعرف اهرب منها. استنى وريني وريني، اوعى اوعى فايكي والتانية فيها ايكي. ده ايه ده مين ده؟ اه خليك نايم، خليك نايم زي ما انت. كان الكود ايه؟ انا نسيت الكود. ايه صح، 5 6 9 8. ايوه كده، وريني فوق، 5 6 9 8. افتح تحت، اقفل، في باب مقفول اهو. استنى، 5 6 9 8. يلا كده في السرير. اوف الحمد لله، ده واصله بفوق. طب الحمد لله، ده اللي عمل الديزاين ده على الله حكايته. ده غبي تحط برانشات فوق، طب ما تحط البرانشات. اش يا ده، وتعالي الضربه. اخ انا انصدم. ياه اف على الصدمه، شوت كان شال الدماغ. اكفي 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 يكفي. طب هنعمل ايه في الشوت جان دي؟ ايوه نفضيها، مفيش حل تاني. خلي اللوت، خلي اللوت مش مشكلة. دخلت دخلت، سيب مفتوحة. اوف يا ناري، 30,000 سيلفر، 30,000، 30,000 سيرفر و30,000 حديد، وده 60,000 سيرفر، 60 70. اوف 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 اوف، ده معايا ايه؟ روكيت لانشر، 2 روكيت. هات 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 الفول جير بتاعك، وريني وريني فلوتك. ده هيخش وهياخده صدمة العمر، صدمة العمر. وريني هات بس هي، طبعا دول خلاص كده مش هيضربوا عليا. ايوه حط الكوت، حط الكوت، هطلع اغير بقى، عايزين نغير الاكواد بقى تاني، اغير كود البيت ده كله. استنى هو عم غير البيت بسرعة قبل ما حد فيهم يصحى. حط الاكواد الجديدة بقى. اوه في ناس بتريق. يلا لا يلا، ده انت وهو من هنا بلس وبيتي. يلا كله بره البيت، يلا كله بره بيتي، اطلعوا بره بره. انت كمان، يلا انت كمان. ايه في الدور اللي فوق ده؟ استنى بوكس. حديد، يعتبر حديد كله ملوش لازم. وده بوكس فاضي. هات شوط الطلب. يلا يلا يلا، ملهاش لازم اهو. حط يا ابني الكوت. ايه ده، هم مغيرين الكوت هنا خالص ولا ايه؟ ده مغيرين الكوت يعني، يعني انا لو البيت ده دخلته من اي نهاري، يعني الكود متغير في الحته دي بس، ده الوحيد اللي متغير. يعني انا كنت ممكن ابلع في ثواني. ايه ده، في بيت ده لو حد فيهم كان مفكر وحط بس واحد في السكه كده مخالف كنت انا نفخت. ده اللي هيصعب علي، اول ما يصحى يلاقي التورت اللي جت لها. كده نبقى خلصنا من كل البدات بتاعتهم، كده البدات بتاعتهم من تحت. مفيش امل انهم يعرفوا يدخلوا هنا تاني بقى، هنا ممنوع دخولهم هنا تاني. نبدا بقى نتفرج على البوكسات، ده اللوت بس اللي كان معاهم، ما بالك بقى هيلاقوا معاهم ايه اللوت جواه. نبدا كده، خلينا البوكسات اللي ناحيه بره دي. تمام. لا مش عاجب. اوه ايوه كده، بس ايه دي؟ دي كلها سيميات. لا 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 ما ينفعش، انا عايز ايكيات حديق. لا شوية طلق،
مفيش جير ورا. ايه يا عم اللوت الخايف، مفيش بوم بوم ولا ايه؟ بس عادي يعني مفيش بوم بوم مش مشكلة. عايز اعرف في لا في بوكس هنا كمان. استنى اما اجيب البوكس اللي ورا ده اهو. طب والله لا اجيبك، مش عايزني اشوفك. طب اشوفك غصب مني. استنى فول في التسجيل. يعني انا بعمل ده كله عشان دوب الحاجات الهايفة دي. وريني وريني يا سيلفر برضو يا اخي. اوف اكد ايوه كده كومبونا هنا كومبونا برضو. فيا مفيش متفجرات معاهم خالص ولا ايه؟ المهم دول معاهمش غير اتنين روكت واتنين سيفور. سهل مش مشكلة، ما هيش مشكلة خالص. انا معايا سكراب بحر. استنى تلات سكراب، تلات تلاف، ادي تلات تلاف، وادي كمان اتنين. في استنى ده انا شفت سكراب ياما. ادي سكراب، ده كله سكراب. انت متخيل يعني انا ممكن افتح كل الطيارات دلوقتي، تاير 1 وتاير 2 وتاير 3 دلوقتي، واتعلمهم كله. اقسم بالله لوت. استنى اعمل دي كلير بس كده واظبط التروتات. يعني انت طبعا اي حد لسه بيدخل سيرفر جديد حاول تجرب الطريقه دي، صراحه هتنفعك، تخليك تبدا بدايه سريعه. التروتات ديت اللي لحقني البرانش اللي كان هنا السويتش، لولاه كان زمان اتنفخت. اتنفخت بمعنى الكلمة وعرفتش ادخل هنا مستحيل. عايزين نشغل التوريتات دي، محتاج بتاعه. استنى سلك وشغل لهم التوريتات ضدهم عشان لو حد فيهم حاول يجي يدخل او يريد التوريتات تبلع على طول. ايوه ايه ده، هو انت بتاع الكهرباء بتاعه ده؟ شكله بتاع الكهرباء، هو اللي معاه عده الكهرباء. هات هات هات، عايزين سويتش. الاقي عندكم سويتش هنا؟ لازم ادور على سويتش. معاكش سويتش بتاع الكهرباء؟ لا ما هوش. ايه ده بيت طويل عريض ما فيهوش سويتش واحد؟ هات يا عم البتاع الحمرا دي اشغلها انا عادي. حطها انا اهو، البطارية متشغلة أصلا متفولة. باور إن، هات الباور أوت. أيوان هات باور أوت ووصله هنا. أيوة وديت في الباور هنا، والتريتات كلها تشتغل بس لصالح المرة دي. نصيحة لكل شخص يدخل لسه سيرفر جديد وبقاله فترة مويب، اعمل الحركة دي وجرب، ولا ضمنتي مش هتخسر حاجة، جرب. يلا اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. سلام.